مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من أمام مركز الوطني للطب الشرعي. الشخص اللي توفى البارح هو كيدير الحجامة داخل مركز التداوي بالأعشاب، مازال ما تسول فيه حتى شي واحد، وجوجة ديالو مازال باقي هنا بالسوداء الأموات. الله يرحمه والله يصبر عائلته. كي غادي تلقاو بالخبر، كي غادي تلقاو الخبر الموت ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون. السيد هذا توفى، الشخص هذا توفى في أحد مراكز الحجامة وتداوي بالأعشاب اللي يلا تحل هذه 20 يوم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فخاص تكون مراقبة صارمة على أصحاب هاد المراكز هادو، ماشي أي واحد دار دورة تكوينية يقدر يحل مركز ولا تعطاه رخصة. فكنشوفو هاد الميدان هذا كاين ولاو فيه الناس عشوائيين، كيجي كيحل مركز كيجي لي كندير حجامة وكندير تداوي بالأعشاب وكندير رقية شرعية. إنا ديبلوم، شكون اللي عطاك لوطوريزاسيون باش تحل هاد المركز هذا؟ خصوصا كنعرفو أن الخطورة ديال الحجامة، إلا شي جو غلطتي تقدر تسبب في شلل الشخص اللي كيدير الحجامة. كنعرفو بأن الحجامة كدار على مستوى الرأس، على مستوى العمود الفقري وكذا المفاصل العضلات، باش كيحيدوا الدم اللي متلوث، واللي ما كيعرفش راه كيسبب خطر على الشخص اللي يجي باش يديرها. فكان خاص تكون مراقبة صارمة لهاد المراكز هادو، وحتى الناس ماشي اي واحد سمعوه كيدير حجامه يمشيو عنده، خاص يمشيو عند الناس اللي عندهم تجربه واللي عندهم اللي عندهم شهادات في هذا الشيء، اللي قارين هذا الشيء، حيت ولات هذه المهنه عشوائيه. كيجي كيقول لك كنداوي بالاعشاب، كندير حجامه، كندير رقيه. هاد الاعشاب هادو شكون كيفاش كتعرف تعطي الوصفات بعدا كي، والحجامه وكيفاش كدير هاد الحجامه هادي، واش عارف اماكن فين كيداروا الحجامه، وكل كل 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 موضع علاش كيصلاح، كل منطقه علاش كتصلاح. نتمنى تكون مراقبه صارمه على هادشي، والناس سوعه ومبقاش يمشيو عند اي واحد، مابقاوش الناس عند اي واحد، لان دابا راه اي واحد كيقول لك انا كندير الحجامه، انا كندير هذه. مسكينين شي ناس عشوائيين كيقول لك غادي ندير لك حجامه نحيد لك بوز اللون. واش قاري فين هنا؟ كيف خاصك دير الحجامه؟ واش عارف النقاط؟ واش عارف شحال كمية ديال الدم اللي تحيد؟ واش عارف؟ هادو كاملين اسئله بزاف كطرحوها. نتمنوا تكون مراقبه صارمه، على اصحاب هاد المراكز هادو، لان كيف ما على علم ديالنا بان المركز حديث الاتجاه يلا 20 يوم باش فتح، وتوفى في هاد الشخص هذا يوم امس. صعيب الحال، لان هادشي فيه خطوره، واخا ابا زيد وسائل باش كيديروا الحجامه، واش معقمه ولا لا، واش جديده ولا لا. خصوصا كنعرفوا بان في كاين كيسحبوا الدم، راه ما ساهلاش، ما نستهنوش بهادشي، لان هادشي ما ساهلش، بالمره. مرة أخرى الله يرحم المرحوم يا ربي، ولا يصبر عائلته اللي من
مازال حتى الان محاش توصلوا بالخبر، لان هنا في مركز الطب الشرعي مازال ما سول فيه حتى شي حد. هنا في السبيطار هنا في مستودع اموات مازال ما سول فيه حتى شي حد. الله يرحمه يا ربي والله يصبر عائلته. كما سبقت وقلت بان تكون مراقب على هاد المراكز هادو، حيت ماشي اي واحد دار دورة تكوينية ديال 3 ايام ولا 15 يوم كاع عنده واحد شهادة تقديرية يقول نقدر نحل المركز. لا راه هادي راه دراسة، الناس كتقرا عليها، خاص ديبلوم، خاص تكون زعما كاين عارف قاريها وعندك ديبلوم والناس وتكون عندك رخصة، ماشي اي واحد يجي ويديرها. كنسمعوا اليوم كنسمعوا مركز الحجامة وتداوي بالأعشاب والرقية الشرعية، كتكثروا هاد المراكز هادو بزاف. حنا ما كنعموش ولكن خاصنا نعرفوا فين نمشيو، خاصنا نعرفوا الناس الكفاءة. ماشي غير جي وحل مركز، غير جي ودير حجامة. الله يسرد بعد مرات عندهم. احنا عشنا اليوم امس حالة وفاة. غدا ولا يحفظ تقدر ترى اي حاجة، خصوصا كنعرفوا بانه حجامة كترى على بعض النقاط ديال العمود الفقري، وكتكون بعد مرات في الراس وبعد مرات في المفاصل والعضلات، وكيسحبوا واحد الكمية ديال الدم اللي كتكون متلوثة. الله يحفظ، راه تقدر تقيس اي نقطه في عمود فقري يتصاب السيد بشلل ولا في الراس ترى ليش حاجه، ولا ما كانوش وسائل ديال الحجامه جديده ولا متعقمه. الله يحفظ، راه تقدر يتنقل المرض من شخص الى اخر. ما نستهنوش بهذا الشيء، راه هذا الشيء خطير، حيت صعيب الحال. اليوم امس مات السيد كان كيدير حجامه في احد المراكز اللي يلاه حلات ب 20 يوم، هما اليوم سدوا ليه دابا الضحيه. راه هو السيد توفى الله يرحمه، انا لله وانا اليه راجعون، وعائلته مازال ما توصلش بالخبر، على ما اظن مازال ما توصلش بالخبر، لان حتى شي حد ما جا سول فيه هنايا، في مستودع الاموات. مرات اخرى كنطلبوا من السلطات ديال المراقبه مشدده على المراكز هذه، وكذلك كنطالبوا من الناس اللي باغي يدير حجامه يعرف فين يديرها. والحرفيين اللي عندهم غير على هاد الحفله على هاد الميدان هذا، بغيناهم حتى هما ينذوا بهذا الشيء، لانه ماشي اي واحد يجي يقول انا كندير الحجاب ولا انا كندير تداوي الاعشاب ولا انا كندير الرقيه الشرعيه. الى هنا مشاهدينا الكرام، كنخليكم على امل تلقى بكم فيديو مباشر اخر ان شاء الله.